أحباب الأعزاء من قناة أحباب الرسول المسموع، وهذا اليوم مع الحلقة الثانية بعنوان قصة كل ليلة. قصتنا اليوم ما آباء البنوفر من المناطق. إننا نزعم أن من جملة حزب الله عز وجل وأنصار دينه وجنده، والجند إذا لم يخاطر بنفسه فليس بجندي. العز بن عبد السلام. ليس صحيحا أن يدعي الإنسان أنه جندي من جنود الله عز وجل، مجاهد في سبيل الله، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، ثم لا يخاطر بنفسه في هذه السبيل ولو لمرة واحدة. فالذي يريد السلامة لا يكون جنديا ولا يرتدي زي الجنود، إنما يجلس في بيته ويؤثر سلامة نفسه وبدنه. هذا هو منطق وطريقة حياة بائع الملوك العز بن عبد السلام. عندما كان العز في دمشق كان الحاكم لها هو الملك الصالح اسماعيل، وقد تحالف مع الصليبيين وسلم لهم بعض الخصوم ليستعين بهم على قتال ابن اخيه الصالح أيوب. وكان العز هو خطيب الجامع الاموي، فلما راى هذا الموقف الخائن لم يصبر فصعد على المنبر وانكر ما فعله الصالح اسماعيل، قالها صريحه ولم يدعو له في الخطبه، وختم كلامه قائلا: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه وليك، وتذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. فلما علم الصالح إسماعيل بذلك غضب عليه بشدة وأمر بسجنه، ولكن اضطرب أمر الناس فأخرجه منه ومنعه من الخطابة، فغضب الشيخ وقرر مغادرة دمشق إلى بيت المقدس. وصادف أن خرج الصالح إسماعيل إلى نفس الجهة، والتقى أمراء النصارى الصليبيين قريبا من بيت المقدس، فأرسل رجلا من حاشيته وقال له: اذهب إلى العز بن عبد السلام ولاطفه ولاينه بالكلام الحسن، واطلب منه أن يأتي إلينا ويعتذر ويعود إلى ما كان عليه. فذهب الرجل إلى الشيخ وقال له: ليس بينك وبين أن تعود إلى منصبك وأعمالك وزيارة على ما كنت عليه إلا أن تأتي وتقبل يد السلطان لا غير. فضحك العز علي بن السلام ساخرا وقال له: يا مسكين، والله ما أرضى أن يقبل الملك الصالح إسماعيل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنا في واد وأنتم في واد آخر، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فقال الرجل: إذن نسجنك. فقال: فعلوا ما بدا لكم. فأخذوه وسجنوه في خيمة وكان يقرأ فيها القرآن وتعبد ويذكر الله تعالى. وفي إحدى المرات كان الملك الصالح إسماعيل قد عقد اجتماعا مع بعض زعماء الصليبيين، وكان اجتماعهم قريبا من العز بن عبد السلام، بحيث يسمعون قراءته القرآن. فقال: هل تسمعون هذا الذي يقرأ؟ قالوا: نعم. فقال متفخرا: هذا هو أكبر قساوسة المسلمين، سجناه لأنه اعترض علينا في محالفته لكم وتسليمنا لكم بعض الحصون والقلاع واتفاقنا معكم على قتال المصريين. قال له ملوك النصارى: والله لو كان هذا القسيس عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقته، أي لو كان عندنا رجل بهذا الإخلاص للأمة وبهذه القوة والشجاعة لكنا نغسل رجليه ولا شربنا الماء الذي غسلنا به رجليه. وأخرج عن العز بن عبد السلام بعد هزيمة الصالح إسماعيل ومن معه على يد الصالح. وخرج الشيخ إلى مصر وتولى المناصب الكبيرة لصالح المسلمين وللمحافظة على دينهم. وبينما يوم العيد والسلطان يسير في شوارع القاهرة والأمراء يقبلون الأرض بين يديه، وقف العز ليقول: يا أيوب، هكذا بدون ألقاب. فالتفت ليرى من الذي يخاطبه باسمه مجردا، ثم قال له العز: ما حجتك عند الله عز وجل غدا؟ إن قال لك: ألم أبوئك ملك مصر فأبحت الخمور؟ فقال السلطان: أو يحدث هذا في مصر؟ فقال الشيخ: نعم، في مكان كذا وكذا حانة يباع فيها الخمر وغيرها من المنكرات، وأنت تتقل في نعمة هذه المملكة. فقال: يا سيدي، أنا ما فعلت هذا، إنما هو من عهد أبي. فهز العز رأسه وقال: إذا أنت من الذين يقولون إنا وردنا آباءنا على أمة. فقال: لا، أعوذ بالله. وأصدر أمرا بإبطالها فورا ومنع بيع الخمور في مصر. وعندما رجع العز إلى مجلسه إلى مجلس درس، سأله أحد تلاميذه: لماذا فعل هذا مع السلطان؟ قال: يا ولدي، رأيت السلطان هو في أبهة وعظمة، فخشيت أن تكبر عليه نفسه ترديه، فأردت أن أهينها. ثم كانت واقعة بيع الملوك حين كان كبير القضاة ابن الصفا، كان كلما جاءته رقعة
فيها بيع أو شراء أو نكاح أو شيء وقع عليه المماليك أبطله قائلا هذا عبد مملوك حتى لو كان أميرا أو كبيرا أو قائدا في الجيش. فغضب المماليك منه ورفعوا أمره للسلطان فقال هذا أمري لا يعني. فلما سمع الشيخ بذلك عزل نفسه من القضاء ثم جمع متاعه وأثاث بيته واشترى حمارين وضع متاعه على حمار وعلى الآخر زوجته وطفله ومشى في موكبه البسيط المتواضع يريد أن يخرج من مصر ويرجع إلى بلده الشام ولكن الأمة خرجت وراءه الجميع العلماء والصالحون والعباد والرجال والنساء والأطفال وأصحاب المهن الجميع خرج وراءه حتى ذهب بعض الناس إلى السلطان وقالوا من بقي لك تحكمه إذا خرج الغز إذا خرج العز وخرجت الأمة كلها وراءه ما بقي لك أحد متى راح هؤلاء ذهب ملكك فأسرع الملك الصالح أيوب العز ورقد يدرك هذا الموقف ويسترضيه ويقول له ارجع ولك ما تريد فقال لا أرجع أبدا إلا إذا وافقتني على ما طلب من بيع هؤلاء المماليك قال لك ما تريد افعل ما تشاء رجع العز بن عبد السلام وبدأ المماليك يحاولون معه ليغير رأيه كيف يضعون المزاد العام فأرسل إليه نائب السلطنة وكان من المماليك للمناطق فلم يفد معه هذا فاقترح بعضهم قتل العز فذهب نائب السلطنة ومعه مجموعة من الأمراء ثم طرق الباب وكان سيوفهم مصقلة يريدون أن يقتلوه فخرج ولد العز فرأى موقفا مهيبا مخيفا فرجع إلى والده وقال يا والدي نب نفسك الموت الموت قال ما الخبر قال الخبر كيف وكيف فقال العز لولده يا ولدي والله إن أباك لأحقر وأقل من أن يقتل في سبيل الله عز وجل ثم خرج مسرعا إلى نائب السلطنة ولما رآه الأخير يبست أطرافه وتجمد وأصابته حالة من الفزع والرعب واضطرب وسقط السيف من يده واصفر وجهه وسكت قليلا ثم بكى قال يا سيدي خبر ماذا تعمل قال العز أنادي عليكم وأبيعكم قال تفيض الثمن قال نعم قال أين تضعه قال في مصالح المسلمين العامة فطلب منه الدعاء وبكى بين يديه ثم انصرف وفعلا فعلها العز بن عبد السلام قام وجمع هؤلاء وأعلن عنهم وبدأ بيعهم وكان لها يبيع الواحد منهم إلا بعد أن يصل إلى أعلى الأسعار وكان يزيل ما في نفوسهم من كبرياء وفي نهاية حياته ولما حضرته الوفاة وقرب موته وكان ذلك حكم السلطان بيبر الذي كان يحب العز بن عبد السلام حتى إلى ما مات قال لا إله إلا الله ما اتفق موت الشيخ إلا في زمني أي هذا ليس لخير أن يموت الشيخ في زمني فجاء سلطان بيبر إلى العز بن عبد السلام في مرض موته طلب منه أن يعين أحد أولاده في منصبه وكان للعز أكثر من ولد من أشهرهم عبد اللطيف طالب علم ومترجم له وقال له العز ما فيهم من يصلح كان أكبر من المناصب وأكبر من الوظائف وأكبر من الأسماء كان يستمد قوته من إيمانه بالله عز وجل فيقف إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق أعظم الناس قدرا من لا يبالي بالدنيا بيد من كانت محمد بن علي بن إلزم الطريق إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين الفضيل بن عياض لو شك الناس كلهم في الحق ما شككت فيه وحدي سليمان الدوراني.